واحد من الرجال الذين طبعا كانوا ينتقدون وما زالوا ينتقدون تسيير محمد رورا لشؤون كرة القدم الجزائرية، عبد المجيد ياحي، صباح الخير. صباح الخير. طيب عبد المجيد ياحي، المدرب الوطني جورج ليكانز هذا الذي صوره لنا روراوا كمدرب، مدرب من شأنه أن يصنع البسمة للشعب الجزائري، هذا المدرب يفشل ويقدم استقالته ومنتظر أن يقدم أيضا روراوا استقالته في الأسابيع أو الأيام القليلة القادمة، هل كيان روراوا بدأ يسقط عبد المجيد ياحي؟ أولا صباح الخير، وهي يعني حقيقة هذا يتسمى أوموا يسمى على روحه كما قلنا البارح. الفضيع على الاقل يطلب السماح من الشعب الجزائري ومن الرياضيين الجزائريين وينسحب، ولكن الحلقه الحقيقيه هي روراوا، لان ما كنرجعوا للمفيد اللي كان هذا، شكون اللي لعب بالشعب الجزائري وجاب له هذا الكينيور كومون ترينر؟ انا نهار لا ديكلاراسيون تاعو هذا المدرب اللي قال نروحوا نيجيريا اون فا اتاكي اون مارك دو بيت اون ريفيون فيرم، سما عرفتوا راهو يسرك بالجزائريين وجابوه باش يسرك، ما جابوهش باش يحل. يعني حقيقة كجزائريين كل، أنا نعرف الشارع الجزائري كامل من الشرق للغرب، واحد ما أعطى حظ اللي كنز يكون مدرب في فريق، ما خلينا من الفريق الوطني، ولكن هذه كل تلاعبات تاع الحزرة وراوا اللي يلقى مدرب على مقياسه. هل هذه الدرجة عبد المجيد ياحي يتم استغباء الشارع الرياضي الجزائري بمدرب كما قلت؟ نتذكر تصريحه لما قال سأفوز في نيجيريا، والغريب في الأمر عبد المجيد ياحي هذا المدرب أذكرك فقط قال سألعب كأس العالم للقارات، يعني وكأنه توج بالكان وسيلعب كأس العالم للقارات. هو واش قال له؟ هو في اللي يدير هو وياخذ راي، واش قال له راوا قال له الشعب الجزائري لازم طمحهم. حتى الشعب الجزائري كان يسم من لا كاليفيكاسيون لا كوب دي موند، خرجوا من النكسه، قال له درك الشعب الجزائري يوجهوا باللي راح نروحوا نلعبوا نديو كاس افريقيا ونلعبوا كاس القارات. هو استدير هذا التلاعب كل المسؤول الاول والوحيد، هذا سوني كو دي زيليمون اللي لعب بكرة القدم الجزائرية وحطمها هو الحزرة وراوا بالتلاعب تاعو بالتعنف تاعو بالتجبر تاعو بالقرار الأحادي اللي حط ناس لا علاقة لهم لا في مديرية التقنية ولا في مناصب، لأنما لو كان هذا روراوا حبي يخدم كرة القدم كان يدير مديرية تقنية قوية ويجيب كل المدربين السابقين اللي عدوا على الفريق الوطني يحطهم هما اللي يخموا. طيب عبد المجيد ياحي، كيف نفسر، انت ذكرت هذه هي المديرية، عبد محمد روراوا كان قد اعلن عن تشكيل لجنة ربما مهمتها هي انتقاء مدرب بعد ذهاب ميلوفان رايفاتس، لكن في الأخير القرار كان انفرادي وأحادي بنظرة أحادية من هذا الرجل وجلب ليكانز بطريقته المعتادة. اليوم ربما روراوا في موقف صعب جدا لتبرير هذه القرارات. هو ما يبررش، هو بالنسبة لي هو روراوا كي تهضر معاه يقول لك الدولة كل معايا، هو بالنسبة ليه الدولة راهي آلات في يده، يفعل ما يشاء يدير ما يشاء، هو ما عنده حتى لجنة. ايش عليك نعطيك ليكزومبل، لا ليغا ماتور هو البريزيدون، لا ليغا انتر ريجيون هو البريزيدون، لا ليغا بروفيسيونيل هو البريزيدون، روح القرباج باش يهز قرار يقول لك خصنا نعيط للحاج، هاو بريزيدون دو لا ليغ بروفيسيونيل، ما عنده لجنة، اللجنة هو اللجنة. هو المدير الفني، هو شوف هو طفل في الفيلم تاع الفوتبول، هو طفل. يعني نقول لك حاجه، تصور لما راح نجيب ريال مدريد باش يدير سونتر دو فورماسيون في الشرق الجزائري وراح يديروه هنا بام البواقي، هو داري دي ماي دي بي كوم كوا اي راح تديها لافاس، مي هي سوني كان سابوتاج. هو راح ريال مدريد اللي راح دير مع فيدراسيون الجزائريه دو فوتبول، وين هي ريال مدريد؟ يعرف غير يكسر كما كسر البطوله المحليين والبطوله الوطنيه اللي كلها الامور بدات تتضح عبد المجيد ياحي.